بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء جامع الملك حمد في مدينة المحرق يجسد سماحة هذا الدين الإسلامي العظيم وعراقة شعب البحرين الوفي ونسيجه الغني المتنوع ومكانة المملكة عبر التاريخ بين حضارات الشرق والغرب. وكان قد تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تقوم الجمهورية التركية بإرسال وفد من المهندسين المعماريين إلى مملكة البحرين للإشراف على تصميم هذا الجامع بما يعكس الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين الشقيقين والإرث الثقافي والحضاري والإسلامي الجميل في تركيا